كثير منا يعرفها يعني ذات الحد الأدنى 2 دولار وهي تدفع على بايبل وبيزا بيرفكت موني المشهورين عند العرب. للتسجيل في هذه الشركة يعني شرح بسيط يعني طريقة بسيطة جدا، نضع الاسم، إعادة الاسم العائلي، الإيميل، إعادة الإيميل، يوزر نيم، الباسورد، باسورد، الرمز هنا، ثم ريجستر. عادي جدا. ندخل إلى حسابنا في الشركة يعني، حيث أن هذا الموقع يعني لا يتطلب بشيء كبير يعني، فهو ذا الحد الأدنى 2 دولار. نعم، سوف ندخل إلى الشركة، نسوف ندور في الإنترنت فقط. نعم، هذا هو حسابي في الشركة. نعم، هنا تجد رابط الخاص بك لإعطاء الأصدقاء للتسجيل تحتك. هنا للضغط على الإعلانات، هنا عندنا مجموعة من الإعلانات، هنا كلما تضغط على إعلان يدفع لك، نضغط على الإعلان مثلها مثل الشركات الأخرى. ننتظر هنا لمدة 10 ثواني تقريبا أو 15 ثانية. هذه الشركة موثوقة يعني ما زالت تدفع، وعندها يعني مدة كبيرة حوالي 7 أشهر من انطلاقها ثم الرمز المقلوب، وهي لحد الآن ما زالت تدفع، وهكذا مع جميع الإعلانات. نعم، عندما تصل إلى 0.60 سنت قم باستئجار 3 حالات، وهكذا مع كل مرة من أجل الوصول إلى الوصول إلى الحد الأدنى في أقرب وقت. نعم، هنا نضغط هنا يعني لوضع الإيميل، بايزا، بيرفكت موني، بيتكوين، هكذا، ثم نضع الباسورد هنا الخاص بك، ثم نعمل ريجستر، وهكذا يقبل العملية. لا علينا، أنا أخطأت الباسورد فقط. وهكذا مع جميع الإعلانات الأخرى كما قلنا. فهو شرح بسيط في هذه الشركة يعني، وهنالك موقع، نذهب هنا للموقع للشركة. أذرني لسرعة شرح يعني، لأن الشركة موثوقة بإذن الله تدفع. هنالك قسم منتدى عربي في هذا في موقع. هنا الآن نعرف يعني هل الموقع ما زال يدفع أو لا يدفع قبل أن تقوم بعملية الضغط وتدفع بنفسك. انظر يعني هل هنالك ما زالت هنالك دفعات في هذا الموقع. مدام ما زال هنالك دفع فإن الشركة ما زالت تدفع. لو توقفت على الدفع هنا يعني اليوم today يعني دفع يعني الشركة ما زالت تدفع. وهكذا إن عرفت أن الشركة لا تدفع توقف عن الضغط يعني لا تضغط الشركة نصابة. هنا تعرف يعني أن الشركة ما زالت تدفع أو لا تدفع، وكذلك تعرف تصنيفها، تعرفها من أليكس يعني ذات تصنيف جيد يعني. رابط هذه الموقع سوف تجدونه أسفل الفيديو بإذن الله، ونتمنى منكم أن لا تبخلوا علينا بالردود، ونتمنى لكم أمسية جميلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.